متتبعي قناه الفاس بريس، مرحبا بكم في هذا اللقاء الخاص اللي غنناقشوا فيه التاخر اولا تاع مجلس مدينه الدار البيضاء في اخراج برنامج عمل ديالو، علما ان القانون التنظيمي تاع الجماعات المحليه تاكد على ان ضروره اخراج برنامج عمل في السنه الاولى من الانتخاب تاع المجالس المنتخبه. الان دابا مرت واحد السنه وثلاث اشهر تقريبا على انتخاب المجلس، ولحد الساعه باقي ما عرفناش شنو برنامج عمل ديال المجلس او المكتب المسير لمدينه الدار البيضاء، بالاضافه الى اشنو هي المحاور الكبرى الان دابا تتم النقاش حول اهم المحاور تاع برنامج عمل، من بينها الاهتمام بالجانب البيئي ببنية السير والجولان، علما ان ما كاينش حاجه رسميه، ولكن سنحاول ان نشوف هذه القضيه هذه مع السي حسن القفيش عضو مجلس مدينه الدار البيضاء. سي حسن مرحبا بك. شكرا سي احمد. بدايه يعني اولا علاش تاخر مجلس مدينه الدار البيضاء في اصدار برنامج العمل ديالو، علما انه خلص في الولايه في السنه الاولى من الولايه ديالو يخرج هذا البرنامج العمل ديالو؟ اولا ماشي هما تاخر المجلس قبل منهم. نشوف نعطيك مثلا غير الممتلكات اللي كان القانون تيقول لك بعد 3 شهور خص الممتلكات خصو الوجود، اذا جل المجالس تاخروا. قلنا على الاقل دابا كون هاد الاحزاب اللي هما الاحزاب الثلاث اللي متيسر مدينه الدار البيضاء وكون عندهم مشروع او برنامج اللي غادي يسيروا به مدينه الدار البيضاء، على الاقل كانوا مصوبين شغلهم، لان عندك برنامج باش غتسير مدينه الدار البيضاء اليوم اللي جيتي انتم بثلاثه، واش هما فعلا عندكم ثلاث الاحزاب؟ عندكمش يكون عندكم كون توجد يعني حاجة. الاحزاب كلها ما كانش عندها رؤيه مستقبليه حول الدار البيضاء غتحطوا. اذا دابا حنا عام وجبت عايشين، عاد ربما التحركات بشي طريقه من طرق اخرى راكم تعطلتوا، هي اللي عاد خصنا نوجدوا. هذا بالقانون، دابا بالقانون خصهم يخرجوا برنامج عمل. ولكن نقول لك دابا ملي تيجي حزب الاحزاب اللي هو تيسير تيكون اوتوماتيكيا ذاك البرنامج اللي خرج دار الدعايه ونجح به تيجي خصو يطبقوا. الان كاين تحالف، اذا هاد الثلاثه راه ما كاينش عندنا المعارضه ولا كثر الحزب، حدا كاين ثلاث احزاب دابا هما الرئيسيه اللي كاين دابا الان مجموعين. اذا واش كلهم عندهم هذه الرؤيه اللي كان عندهم كلهم، علاش ما يتسناو؟ هذا مشكل اخر. احنا هذا السؤال اللي طرح عليه ذوك الناس، علاش بقيتوا عام وثلاث شهور؟ هذا مشكل. والساكن ضربت تسنى شي حاله وعاود تكملتوا عليها. جينا في 2003 تعطلنا، 2009 تعطلنا، 2015 تعطلنا، عاود متى عام غادي تكون الدار البيضاء عندها واحد البرنامج ديالها مباشره غادي نبداو فيه؟ اذا دابا حنا دابا بدينا في 2021، اذا دابا متى غادي نبداو؟ ها حنا كاع دوزنا دابا غدا ولا ما دوزناش؟ هذا غدا عندنا لقاء، كاين واحد اللجنه ديال خاصه اللي غادي ندوزوا بها هذا المشكل. غندوزو بيه دابا هاد ما يتعلق بهذا البرنامج، واش فعلا غادي يجيو الناس ولا ما يجيوش، غادي يتناقش ولا ما يتناقش، واش فعلا الرئيسه اللي تيهم الامر والمكتب غتجي حاضره؟ ان على الاقل الرئيسه خاصها تكون حاضره تستافد، وري ما غاتجيكش. علاش لا اللجنه ما تجيكش؟ اللجنه ما مسيرش، عندها شغاله، عندها شي حوايج اخرين كبر ربان كبر من الدار البيضاء. ولكن اش تيجيوك بعد النواب؟ تيجي النواب هذا حقهم تيجيو يحضروا، تيقول لا كل نائب على حده، على حسب ولكن الرئيسه متى تجي هي تستافد، هي براسها تستافد من المنتخبين، لان كاين ربما كاين منتخبين تما ادرى من بسميتو عندهم التجربه ديالهم، معلوم التجربه بالحنكه والى اخره اللي عندهم، كاين خبراء. راه ماشي غير حداش انت رئيس، راه كاين ناس تعرف احسن منك، ولكن على الاقل تاخذ منه. انا سجيت تنشهد لك، انت تيجي يحضر تيكون تيتصنت لك وتيتصنت انتقادات وتيستافد منها. ولا وقفتي عند شي حد تيقول لك غدا نخرج انا وكل عين المكان، حنا لحد الساعه ما عمرنا شفنا الرئيس بينا تكلم مع شي عضو تقول غدا نمشي معك لشي بلاصه، ما كاينش نهائيا. واخا من بين الاشياء اللي تتقال دابا واللي تدور يعني هو ان البرنامج عمل تيعتمد غادي يعتمد على مجموعه من المحاور، من بين هذه المحاور السير والجولان، الدور الالي للسقوط، ولكن تنشوفوا نفس المحاور اللي كانت في برنامج عمل تاع الولايه السابقه تقريبا. حي انت ما تنفذاتش في قبل وجد دابا عندنا حنا وحتى حنا ما نفذوهاش. علاش ما نفذوهاش؟ هذا هو المشكل. ديما هادشي عنده، اولا عنده علاقه بالماليه، هذا مشكل اخر. وديما تيبقى ديما عقليه، انا مثلا نتكلم على الادريس السقوط مثلا، كاين الدرب الكبير وكاين المدينه القديمه وكاين حي محمدي، ودابا بداو حتى الاحياء الاخرين بداو تنشر. اذا حنا ما حلناش المشكل الاول وغادي تنتراكم، واش تحل المشكل ديال المدينه القديمه؟ ما تحلش لحد الساعه باقي هاد ولكن دابا فاش نحط انا برنامج عمل، المفروض انني نحط برنامج عمل وفق الامكانيات الماديه المتاحه. ماديه ما كاينش ماديه. واش المجلس المدينه قادر يحل المشكل تاع السقوط؟ لا ما اولا الفلوس ما كايناش، هذه الاولى. اولا حنا على الاقل حاجه وكنا كنخدموا فيها، حنا هو في الحقيقه تنتكلموا على التعليم وتنتكلموا على الصحه، راه حوايج اخرين. دابا حنا نتكلموا دابا، عطيني حط لي الغلاف مالي هو الاول وقول لي غندير. انا ملي غنبغي نبني الدار ديالي ماشي تنقول غنبنيها، تنقول غندير البلان وغندير هنا وغنجيب الارشيديك وغنجي ندير واحد الغلاف ما قديتش، تنقول غنمشي ندير كريدي. دابا حنا تنديروا كريدي وما تنديروا حتى حاجه، انا تنديروا كريدي وما تنديروا حتى حاجه.
واش دابا المشكل ديال الترام دابا تحل على مستوى ديال الضريبه ما تحلش هذا المشكل دابا مطروح دابا ولا تيكون دابا كما وقع في التجربه السابقه وان تم الاستناد على المشاريع الكبرى اللي تتعرف في مدينه الدار البيضاء هاد الخطوط تاع الترامواي هاد الحدائق اللي تتم اعاده التاهيل ديالها في الدار البيضاء واش نفس المشكله يوقع في هذا المجلس هذا عاوتاني غيجي من المشاريع اللي كاينه تنشوفوها دابا في الدار البيضاء ويقول لنا هذا هو البرنامج العمل ديالك اولا عبد كاين شتي دابا حنا هاد 4 سنين اللي بقينا ولا 5 سنين بقات في العمر غير هاد الشيء دابا اللي خلال المجلس اللي فات او اللي قبل منه لان البرنامج ديال الترام البرنامج ديال الترام حنا دوزناه في 2014 الكريدي دوزناه حنا دوزناه اول كريدي دار مدينه الدار الاولى على مستوى المدن المغربيه درنا حنا في 2014 وصوتنا عليه وداز وجا داك الشيء وقع ما عرفناش شنو وقع بديك 6 سنين بقات خاويه دابا الان حنا استنفنا الفلوس هي كاينه هاد الصندوق ناخذ الدواء تيقول لك اسيدي راكم ديروا حتى حاجه المشكل دابا واقف دابا هذا الشيء دابا واش حنا كملنا اصلا ما كملناش عاد غندير واحد العدد ديال المشكل دابا ديال 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 الانفاق دابا اللي غادي نصوبوا دابا الانفاق دابا نصوبوا دابا حنا كاين برنامج محطوط فين تكون الانفاق تقريبا فين نعطيك مثلا زرقتو مع ابراهيم الرجاني وهذاك المشروع قديم لا كاين واش خرج ما خرجش غادي نعاود نحطوه نعطيك مثال دابا حنا مثلا مقاطعه من المقاطعات تيجي الرئيس تيجي تلقى واحد المشروع باقي له واحد 5% باش يكمل تيحطو باش يتحسب ليه تيحطو باش يتحسب ليه اذا انت هاد الناس دابا حنا غنشدوك شي دابا جاب الله هاد الشيء بحال دابا الموحدين داز الموحدين دار فابور دار سجيد بحكم التجربه والحين كان عنده دار خالد بقى للتاريخ دار هذاك المشروع دار فابور لان كيت مارينا قال لي ما يستحيل مارينا غيجيو لك كل واحد من كل قنت ويبقى جا داك دار النفق وعلاش حنا ما نديروش هاد المبادره علاش هاد الرئيس ما دارش حتى هاد المبادره باش فايت هي سجل واش هو باش فايتها وعلى الاقل نعطيك مثلا دابا داك الجسر اللي كاين دابا ديال سيدي معروف دابا هذاك دابا حنا كمدينه الدار البيضاء حنا مشكل ديال الارض جات وزاره الزيت عاونتنا اول مره وزاره الزيت تخدم في داخل المدن نعم وهي اللي بناته وهي اللي شرفت عليه وهي اللي بناته حنا ساهمنا ماديا ثم غيقولوا حنا تنديروا هذاك النفق تاع شارع محمد السادس لا 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 داك الشيء كان دار اسمح لي دابا ريحه الساعه نتحدى شي واحد يقول لي دارنا شي حاجه في الدار البيضاء دي حسب ما درت يعني حتى الساعه هذا الشيء اللي مطروح حنا غاجينا انا جيت لقيت قاسي انت تبني الدار مشيتي في حالك ما كملتيش 13 جريت عليك جبت واحد اخر بقيت نكمل عليها يعطوني هذا الشيء كلشي محطوط تنقول لك حنا درناه وصوبناه وجدنا وقلنا ها اللي غادي نديروا من مدينه الدار البيضاء اللي حتى السابق ما كملش هما قالوا تحلوا المشكل تاع المطرح العمومي اللي كاين في الدار لا لا المطرح العمومي هذاك هذاك المشروع هذاك دار ثلاث المرات والرابعه ديال هذه دابا غادي يشدين فيه وانا باقي ما نطيقش هذاك المطرح باقي ما نطيقش فيه النهار قلنا اليوم راه الساكن دابا مسيك وعند الشغل بالمناسبه باقي الريحه الريحه قال لك هادشي ما كاينش هما مشاو لقاو داكشي كاين وغطوا داكشي بالزربه قال لك لا حق هذاك الشيء غير كذب ولكن الناس اللي عارفين الحقيقه راه كاين واحد طاح على البطاريات الواقع هو هذا ما تقولش ما كاينش واش هذا تسكن بالمسيك وتنشم الريحه انا كمنتخب تنشم الريحه والسكن ما تيشموهاش تيجي تقول لي السي حسن شم واحد الريحه كانت في 89 حقيقه وكان في 90 وكان حتى 93 حتى قربنا 2000 وحيدت ولكن عاود رجعت قال لك لا حق راه حسيت طاح على البطاريات اذا كاين الريحه اذا حنا ما كذبناش البرود اللي كاين على مستوى السياسه مازال مضربات تنعكس ايضا على البرود اللي الدورات على المجلس ما بقاش نشوف هذاك النقاش الحاد ما بين المنتخبين وطرح الافكار وكذا يعني دابا كلشي تيقول امين والسلام عليكم اولا سي واش شي عنده علاقه بالاغلبيه عنده علاقه بالتحالف ولا شنو هو الواقع هو دابا الرئيسه هي تيجب لي الله عند الاحزاب الثلاث التحالف ما يدرى كلشي غيدوز ولكن شي تيضر مدينه الدار البيضاء ما تبقاش تقول لي انا صوت وقعد صوت شي ما تقول لي صوت وقعد صوت شي تيضر مدينه الدار البيضاء ميتا تجي تقول لي جدتو درتو القانون الداخلي تقول لي ما تفوتش 5 دقائق في التدخلات مثلا دابا الاحرار عندهم 44 مقعد 44 اي 44 مقعد تعطى 44 دقيقه انا بوحدي في مدينه الدار تعطينا 5 دقائق اش غنقول انايا مثلا كوب اللجنه ما تجيش اللجنه باش تصنت ليا وداك الشيء اللي دار في اللجنه ما تقراش في تقارير اذا باش شنو الدور ديالنا كامل راه تمشي للجنه نجي ولا ما نجيش حتى انا زعما مابقاش تبغي تجي حتى اللجنه فك انا كاع جيت كلامي اللي تيتقال في اللجنه ما تيتسمعش انا ملي تنجي للدور ما تيخليونيش عاده كاين الضغوطات تيقول لك الله يخليك ودابا راه ماشي وقتها ودابا راه كاين مشاكل ضربت راه تتسنى انا نقول لك على الاقل السيد الرئيس يكون تجي تطريح منها في اللجان وتستافد وتبرك 5 سوايع 6 سوايع خصها تبرك تستافد كاين ما يتقال اللجان اهم ما كاين هو الدور ديال اللجان ولكن ما تجيكش تيجي رئيس اللجنه تيدير واحد 4 ديال السطورات تيقراهم انا شغلو هذاك يدبر راسو ولكن المشكل ضرب داك كل الدفقات لا ما سمعت الصحافه ان صحيح ما كاينش اللي حضرت من في سميتو ما سمع الراي لا ما سمع حتى واحد انا راه تنجي نتكلم ولا واحد العدد ديال الاخوان كاين شي حوايج تقال خطيره وماشي سهله يعني في النقاش يكون داخل اللجنه ما معلوم داخل اللجنه ولكن في على مستوى المدينه الدوره ما يخليوكش تيجي تيقول لك دابا شكون اللي تيمنعك؟ شكون اللي تيمنعك؟ لا تيمنعك القانون تيمنعك القانون يعني المده ما كاينش المده ما تقدكش مثلا والاخرين
راه تيقول لك واه ما يمكنش تنتقد مثلا دابا الاخوان ديالنا الاحزاب الاخرى هما في التحالف ما يمكنش يسير معاك وتنتقد. انا بالنسبه لي انا ما عنديش مشكل انا مصوت على الرئيس راه ما عنديش مشكل ولكن حقي ننتقد ونتكلم في اطار القانون ولكن هو ما عندكش ما تعطيكش فرصه هذا مشكل. من هذا نرجعوا للقضيه تاع برنامج عمل كاين واحد دابا الحديث اللي تيروج هو ان الاهتمام بهذاك الجانب البيئي وكذا ولكن انت تشوف انت واش هذه اولويه على مستوى الضرب الحالي والاشكاليه تاع الماء حتى هي واش هي اولويه حاليا بالنسبه للضرب هو السير الجولا اهم ما كاين لان الضرب دابا الغريب في الامر الشيء دابا اللي دار دابا ما حلش ماشي غادي يخنق الضرب هذا نعطيك مثلا دابا الشارع محمد السادس الطريق باش تصوب كاين توسع دابا ضيقوه قتلوا دابا من بعد غنشوفوا المشكل اللي كاين دابا الترامديز غيهبط كاميو ولا طوبيس يدير حديثه تما وقفنا ما عندوش فين يخرج هادشي دابا حيت تردوا حيت ما تفهموش لان كان بكري تيروحوا مع كرواص المصالح لي زانجينيور واحد المجموعه الطاقم ديال التريح دابا الشركه قامت كان قال لي معك تيريحوا معك على الاقل الا ما تفهمتيش ولا تيتصنت لك يقول لك نخرج معك العين مكان لان انا زعما المنتخب تيحقر والمنتخب تاع شي حوايج تعرف احسن منهم طبيعه الحال انا وفي تيعيش نعطيك مثال دابا حنا فين داسكون حنا بالمسيك ما يمكنش تدخل عندك بلاصه واحده اما غتطلع لدار التوزاني ولا ما تهبط محمد السادس مع منظر العام صافي تما تخنقات بالمسيك ما قادر فين تخرج ما عندكش فين تخرج حبسوه اذا لا الزناقي ضيقين واحد عنده كاميو ولا عنده كرم غيدوز دابا عايش كذلك الشارع برشيد دابا حتى هو تيقدر يمشي ولكن الا رجع ما قادر فين الحل واحد خصو يطلع من الطريق ما يمكنش خصو يهبط هذا مشكل مطروح الناس ما عرفوش كيفاش يفكروا كان واحد ديال الشركات تيصوبوا داكشي ديالهم كما دار مسيو بانسو مسيو بانسو جا واحد الوقت للدار البيضاء صوب واحد العدد تما بحال السلامه حي السلامه صوب واحد العدد ديال البلاص خلى داكشي مخنوق ومشى في حالته حنا ما نتمناوش الدار البيضاء بغينا تطلق من الدار البيضاء خصها فيها مشكل خصها تنفس دابا الا بغيت تهبط منا باش نجي عندك دابا انا خصني على الاقل ساعه على روم واخا نمشي الرباط انا كامل ندير ساعه على روم هذا راه مشكل اذا دابا الدار البيضاء غادي تحل المشكل ديالها فين ما مشيتي مخنوقه يمكن تيقولوا راه الترام اللي غيدار الترام غنركب في الترام حتى طوموبيلتو واش انا واش الثقافه عندنا عبد الزمكي هنا فين المحطه واش لا واش عندك لا محطه ولا بلا دابا هذاك على الاقل تيقول لك انت خهز حط طوموبيلتك وركب في الترام واش الترام كاع كاين على مستوى الدار البيضاء انا مثلا بغيت نهبط المدينه يمكن ليا قريب ليا نمشي للشارع محمد السادس نركب في الترام ولكن واحد اخر ما كاينش هذا مشكل هذا مشكل هضرت على شركه التنميه المحليه البعض تيقول لك هذا النقاش كله على او الجدل اللي كاين دابا البرنامج عمال وشنو الخطوط العريضه وشنو يعني بدون جدوى على اعتبار ان شركه التنميه المحليه الان هي التي تسير وهي التي تدبر مدير الدار البيضاء تدير كل شيء حتى دير في غياب المجلس والمغرب دابا الان دابا الدار المجلس ما عندوش السلطه على الشركه والعكس صحيح الشركه دابا عندها السلطه على المجلس ما يتصنش لك وما يجيش عندك ما تدويش معاه تيجي بحال دابا حتى المجلس ما تيعطيش قيمه نعطيك مثلا دابا تيجي المدير ديال الشركه ديال التنميه الدار البيضاء ما تيجيش يبرك حتى واحد على الاقل في المنصه تيجي تيتلاح اللور هذا على الاقل خصو يبرك ويسمع ويتصنت على الرقيص عطاه قيمه بغينا ولا كرهنا مدير راه كاين مدير دابا واقع حال ولا بغينا ولا كرهنا دابا كاين على الاقل تيسير راه كاين راه هو جات لك كلشي دابا على مستوى النظافه دابا بحال هذا الطلب الله يجزيكم بخير لما بغيت الاداره الله يرحمها ديال جات خطاك ما يمكنش ما بقاش داكشي ديال المنتخب ما بقاش عنده داك الدور ديالو يجي يفرض راسي ويقول الله يخليك السي كان هذا مشكل مطروح خصو يدار يجي الرئيس المقاطع ويقول الله يخليك ما ديرش هذه هنا ما ديرش لي هنا علاش غدير هنا شنو السبب على الاقل استشر معايا استشر لا ما رئيس مقاطعه ومع حتى واحد الناس دار داكشي اللي بغات نرجع لك المشكل ديال بعد السيرون جوال كاين المشكل ديال الماء لسلاح الشرب كاين برنامج دابا خدام حقيقه خدام على مستوى الدوله دابا لان دابا شتا دابا حنا غادي بغينا ولا كرهنا باش تحليه المياه ديال البحر بطريقه بالمسائل اللي هي اللي دار دابا خدامه هذا خصها يتصرع بها حنا ما عرفناش شنو جايين ولكن الغريب الامن واش دابا هذا الماء دابا اللي تيطيح في الدار البيضاء الدار البيضاء كل ما واش هذا الماء دابا اللي تيطيح في الدار البيضاء فعلا راه تنخلصوا حنا بالكونتور راه مسيدي واش كاين رؤيه بان نستغلوا غير العيون اللي كاين على مستوى المدينه دابا كاين في 83 والفوق ربما 2003 كنا دخلنا واحد البرنامج ديال الابار نعطيك مثلا بمسيك باقي تنعقل حنا تحفروا عندنا ثلاثه وكاين في عين الشوق وكاين شي بلايص اخرين هنا علاش باش تستغلوا هادو باش نسقيو بهم تصور دابا جرده المديع فيها اكثر من اسبوع ما كاينش مع من الدوي والكونتور تيحسب والماء ماشي الماء ديال شي حاجه اخرى الماء صالح فين الساكنه بالمسيك بالمسيك وكاين اللي تياخذ الماء دابا تما وتيدي تيبيعو وما كاينش مع من تكلم ما كاينش مع من تكلم هذا مشكل اخر يلا تيبان لك حق الضو الشارع ضو مضوي خصنا نقصوا منه خصنا نقصوا من الضو انا الماء تيضيع علاش دوك الابار ما يخدموش علاش ما يتحركوش؟ شنو السبب؟
هذا مشكل. ولكن هذه الرؤيه ما كاينش رؤيه اللي هي عقلانيه اللي غتشوف مدينه الضرب وتعرف شنو اشنو الحقيقه يطلع يعرف الساكنه شنو بغاو. حنا اللي عارفين تنبركوا في القهوه وتنساكن تما وتنشوف كل شيء بعينينا. انتما تيديروا سياسه اغلبيه الساغل اغلبيه الساكنه اغلبيه المنتخبين ساكنين داخل السكينه حتى العشيه تكون غير خدام تبرج القهوه تسمع كل شيء وتتفرج كل شيء بعد تتفرج في اللقطات غير داك الشيء قال المختار المرخص اجي تشوفوا تيقول لك لا سي حسن راه الضو ما كاينش تمايا راه كاين الزبل اللي داش الكاميو راه وقعت تمايا راه البارح راه جينا تما حنا في ديك الرومبا حنا واش الرئيس عارف هذا الشيء الرئيس راه خدمت في بلمسي اكثر من 20 سنه حشومه نقول لي انا قلت انا شحال نخطره قلنا الله يخليك دابا هاد البلايص اللي شنو واحد من السالس غير ما نتكلمش على بلايص اخرين راه واحد هاد البلايص اللي داز الطرام ملي داز زفتو وخليو يطلقوا حال يطلقوا الطريق دابا ما تلقوش طرقان ما يطلقوش هذا مشكل يمكن نكون غلط ولكن نتمنى نهار يلقى شي كاميرا شي وقت ما حبس الطريق يتفكروا حسن قال هذا الكلام هذا سي حسن شكرا جزيلا على قبول الدعوه متتبعي قناه انفاس بريس الى اللقاء فرصه قادمه ان شاء الله.